الذكرى 51 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي قاطبة الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، وهي مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الدائم لسموه في مختلف الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الدبلوماسي والاجتماعي والرياضي. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أولى على الدوام اهتماماً بالغاً بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، إذ ساهم ويساهم سموه في مسلسل بناء المغرب الحديث وإشعاع المملكة في مختلف المجالات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. كما قام سموه بأنشطة رسمية مكثفة في المغرب وخارجه، وترأس سموه تظاهرات كبرى في عدد من المجالات لا سيما منها الثقافية والرياضية، إلى جانب عدد من الاحتفالات الرسمية، فضلاً عن تمثيل سموه لجلالة الملك محمد السادس في عدد من المحافل والأحداث الوطنية والدولية. هذا الانخراط مرتبط بمسار دراسي وأكاديمي غني ومتميز لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. توج عام 2001 بحصول سموه على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة بوردو بميزة مشرف جداً، مع التنويه وتوصية خاصة بالنشر نظراً لأهمية الموضوع وقيمة الرسالة التي تمت مناقشتها. روح العمل الجاد والرصين القائم على البذل والعطاء سمة تميز مختلف الأنشطة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. وفي هذا الصدد يترأس سموه منذ أبريل عام 1997 الجامعة الملكية للرماية بسلاح القنص، كما يرأس سموه مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف. ذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد هي أيضاً مناسبة للشعب المغربي من أجل تجديد تشبثه القوي بالعرش العلوي المجيد وترسيخ معاني الالتحام بينه وبين الأسرة الملكية الشريفة.